السلام عليكم متابعينا الكرام. اليوم كتواجد معنا شادية ابو زيد، عارضة ازياء وممثلة ورئيسة جمعية تهتم بالطفولة والامهات العزيبات، وفي نفس الوقت هي سفيرة التراث العربي، التراث العربي. شادية ابو زيد، هضرينا شوية على البداية ديالك، كيف جاتك الفكرة؟ هضرينا على هاد المجالات كامل او هاد الشخصيات، فاعلة جمعوية، ممثلة، عارضة أزياء، مسافرة ديال الصورات. يعني بدينا خضرينا شوية على هاد الشخصية الأولى، ومن بعد دوزين لنا اللقب اللي هو سفيرة التراث العربي 2019. تفضلي. مساء الخير خويا كمال، شكرا على الاستضافة وشكرا للأشواق على هاد الفرصة. بون، كيف ما عرفتي هي عارضة أزياء. طبعا عارضة أزياء هي ماشي مهنة، إنما نعتبروها هواية اللي اي بنت كنظن كتعشق شي حاجه سميتها الطالون، شي حاجه سميتها الميكاب، شي حاجه سميتها الاضواء. ممكن المهنه الهوايه تحول من حلم الحقيقه، وهي انك تولي عارضه ازياء. طبعا عارضه ازياء ما جاش غير هكاك، من بعد واحد الفورماسيون، تتبع في اليوتيوب، تتبع العارضات اللي هما كبار بزاف، وجات الفكرة وطبقت الحمد لله في 2016، وكانت أول تجربة ديالي. والحمد لله درت عروض أزياء داخل وخارج المغرب، درت في تركيا وماليزيا، ومازال كنطمح لأكثر. التمثيل، أنا قريت التمثيل، عندي كذلك دبلوم في التمثيل، عندي شواهد في التمثيل، درت المسرح بزاف. هي الفرصة التلفزيونية بقى ما جاتش، والحمد لله احنا غاديين. بالنسبة للجمعية، هو كذلك حلم من كنت صغيرة. الحلم بدأ تقريبا من السن ديال 14 سنة، لأنه كنت كنشوف أطفال في الشارع، كنشوف أمهات في وضعية صعبة، كنشوف بزاف ديال الحوايج. ملي بديت كنكبر كنقول كيفاش غنعاون هاد الناس، كيفاش غتعاون هاد الناس. حاجة باينة أنك منين استوعبتي وعرفتي كيفاش غتعاونهم، قررت ندير جمعية ديالي، واللي أسستها في 2017. والحمد لله غادية في واحد المسار زوين، حتى الأعضاء اللي معايا، أنا أصغر وحدة في الأعضاء، ولكن الفكرة كانت من عندي. كنت من أنني إن شاء الله نوصل بها لأبعد حدود، لأنه بغيت واحد النهار نفيق ولقى أن بلادي اللي هو المغرب الحبيب ما لقاش فيه شي طفل متشرد، ما لقاش شي طفل نعت في الشارع، ما لقاش شي حد كيبكي من قساوة البرد او الجوع او اي حاجة. فهذا هو الحلم ديالي. بالنسبة لسفيرة التراث العربي، كانت واحد التجربة اللي انا ديجا نظمتها باسم الجمعية ديالي. نظمت سفيرة التراث العربي في مدينة فاس، وكانت متوجة مي انا ديجا كنت متوجة في القاهرة. المسابقة نظمتها شركة بلاك هورس اللي كيشرف عليها محمد منصور، وكنت الحمد لله المتوجة بسفيرة التراث العربي من القاهرة، وكانوا معي عدة مشاركين من إيطاليا، من مصر، من تونس، من الجزائر. والحمد لله تمكنت أنني نتزع اللقب ونأخذه. المجالين الأربعة، الطموح الأول بالنسبة لي وانه نشوف شي نهار الفن، التمثيل ولا اي دومين خصوصا الفني، ما نشوفش فيه المحسوبيه، ما نشوفش فيه باك صاحبي، نشوف الكفاءه. ما غيضريش خاطري الا شفت الكفاءه فعلا خدامه، واخا ما نكونش انا، ماشي ما كنتكلمش هكا لانني زعما انا ما خديتش الفرصه ديالي، لا بالعكس، انا كنقول مازال عندي فرصه، ومازال عندي نقدر نبداها من المشرق، نقدر نبداها من اوروبا، ما عرفتيش شنو كاين، ولكن بغيت نشوف بلادي في واحد النيفو كبير، بغيت نشوف كفاءات، بغيت نشوف فن حقيقي زعما نرتقي بهذا الفن.
بالنسبة للجمعية، العمل الجمعوي ما كرهتش. الجمعية ديالي تولي عالمية وتحتضن وتكون هي أول مؤسسة كتحتضن الأطفال من أنحاء العالم، كيف ما كانوا مؤسسات كبار. طبعا طموح ديالي كبير. شو نقول لك بالنسبة لعارضة أزياء؟ نقدر نقول لك عارضة أزياء بالنسبة لي كنختزلها في صوفيا لورين، العارضة المشهورة الأسطورة. فكان بغيت شي نهار نكون في نفس البلاصة اللي هي فيها. أولا شكرا على الاستضافة، شكرا للأشواق، شكرا للجمهور المغربي في مكان. تحية كبيرة لولاد الشعب.